قانون المرور الجديد، وهل هذه العقوبات تحتاج أصلا لتغليظ كمان ولا لا؟ معنا الآن على الهاتف المهندس محمد صلاح، رئيس جمعية الطرق ورئيس الشركة القابضة للطرق الأسبق، في محاولة للإجابة على هذه التساؤلات. أهلا بحضرتك. أهلين يا فندم، أهلا وسهلا مرحبا. للأسف احنا بنعزي أهالينا أهالي الفقد اليوم في الحادث المروري الأليم اللي كل يوم يعني بنواجه بحوادث شنيعة نتيجة عدم تطبيق قانون المرور بشكل جيد. طيب الحقيقة ليه؟ شايف إيه الأسباب؟ الأسباب إن أولا لا يمنح رخصة لسائق مركبة ثقيلة إلا إذا كان مدرب كبير جيد، وانا يعني بقترح وكررت الكلام ده اكثر من مره ان لازم يكون في مدارس تدي مؤهل صناعي متوسط معتمد خاص بقياده السيارات او من مركز سليم معتمد برضه بخصوص قياده السيارات. احنا وصلنا دلوقتي ان عدد القتلى تجاوز في السنه 20,000 وعدد المصابين تجاوز 40,000. يا فندم، حسب تقرير منظمه الصحه العالميه، وده شفناه في التقرير اللي عرضناه من شوية، مصر تعتبر من أسوأ 10 دول في العالم من حيث حوادث الطرق. للأسف للأسف يعني. طيب يعني إيه الحل؟ الحل في يعني حلول قصيرة المدى آنية وحلول طويلة المدى. طيب الحلول قصيرة المدى يعني أولا الحلول السريعة بقى. الحلول السريعة أولا الجندي المرور الجندي مش الضابط لابد أن يأخذ كيانه، ولابد ان هو يعني يعامل معامله كريمه ويحصل على احتياجاته الماديه عشان ما يبقاش يعني يحتاج لحد. لازم نفعل تاني الكونستابل اللي كان بيركب موتوسيكل وكان له هيبه على الطريق. لازم ازود عدد سيارات الشرطه الخاصه بالمرور بحيث ان اي مخالف النهارده العربيات بتسابق بعضها على الطريق، العربيات النقل بتسابق بعضها على الطريق زي ما شفنا في احد البرامج يعني. طبعا ده كارثه، ودي بنشوفها كل يوم يعني، دي حاجه مش جديده يعني. الحوادث رهيبه جدا والناس لا تعتبر. اولا اي سائق يعني لازم ازود اللجان اللي بتفحص السائق هل هو بيتعاطى مخدرات ولا، اي سائق يثبت انه بيتعاطى مخدرات لابد من سحب رخصته بلا اي رحمه ولا شفقه. يبقى احنا محتاجين هنا بقى في جزئيه مهمه قوي، ودي جات لي عليها تعليقات كتيره جدا جدا بشكل يعني لم يسبق له مثيل. قاعدين يقولوا لي يا جماعه السواقين بيتعاطوا المخدرات، بيتعاطوا الحشيش، بيتعاطوا الترامادول، بيتعاطوا الافيون، من فضلكم بيكونوا مغيبين وهم سايقين فبيتجاوزوا السرعات. بالظبط، سهل جدا نكشف عليهم، واي واحد يثبت انه بيتعاطى مخدرات ايا كانت تسحب رخصته تماما. يعني مفيش الموضوع ما فيهوش رحمه اصلا، ده بيبقى قاتل يعني. في بقى يعني برضه يعني الدولة عليها دور كبير جدا انها لابد من زيادة التمويل المخصص للسلامة على الطرق. ده بيخفف العبء الحقيقة على ميزانية الدولة، لأن ميزانية الدولة تتحمل أعباء رهيبة جدا زي يمكن. طب ال 6 مليار اللي احنا محتاجينهم دولت للطرق؟ اتفضل يا فندم. احنا محتاجين 6 مليار. هو مش يعني 6 مليار يعني بالنسبة للخسائر اللي تخسرها الدولة نتيجة السوء يعني وضعنا في الحوادث بتوصل تعدي حوالي 20 مليار. مظبوط. فأنا لما أخصص 6 مليار أو أكثر شوية أنا كسبان. مظبوط. أنا كسبان أكيد يعني، لكن في حلول طويلة الأجل. التعليم، التعليم الدول اللي حوالينا القريبة مننا الملاصقة لنا عندها برامج تعليمية بتبدأ من الحضانة للابتدائي للإعدادي للثانوي. فيش واحد بياخد قسط مضوض الا اذا كان مؤهل. تمام. لا ده الامتحانات صعبه جدا، وفي ناس يعني بتمتحن 5 6 7 8 مرات على ما بيقدروا ياخدوا رخصه. ده بالظبط. وهم بيكونوا بيسوقوا. لكن انا عايز التربيه والتعليم يبقى لها دور في الموضوع، انها تبدا تعلم اداب المرور للطفل من الحضانه وتتدرج معاه لغايه ما ياخد الثانويه العامه. ده الدول اللي حوالينا كلها بتعمل كده، فانا مش عارف ليه احنا لغايه دلوقتي وزارة التربية والتعليم مش عايزة تاخد هذه الخطوة بالرغم من كلامنا فيها. طيب إذا في دور مهم على وزارة التربية والتعليم، في دور على مهم جدا من الحكومة بإنه إن احنا نوفر ميزانية للطرق والكباري. طب الجمعيات الأهلية ممكن تلعب دور ولا هي بره الحسابات؟ لا بالعكس، في هذا الأمر الجمعيات الأهلية يعني هي بتضغط دايما على موضوع التعليم ده، واتكلمنا فيه أكثر من مرة قبل كده وهنتكلم فيه ثاني وثالث ورابع. موضوع مراكز التدريب احنا كنا اتكلمنا فيها قبل كده، وجامعات الاخرى اتكلمت فيها قبل كده،
وأصفدت الجهود برضه على عمل مركز تدريب اللي هو في المعطلة، فده على مستوى عالي يعني. لكن طبعا ده يعني مش ما بيضربش كل السواقين. طب يعني عموما حضرتك شايف اقتصاد سياحية وخلافه، لكن عايزين ده يبقى يتطبق على كل سواق نقل لازم يكون معاه رخصة، اللي هياخد رخصة مدنية لازم يكون معاه مؤهل متوسط متخصص في قيادة السيارة. طب يعني ايه، انا عايزه بس استوضح من حضرتك بصفتك رئيس جمعيه الطرق ورئيس الشركه القابضه للطرق الاسبق، يعني ايه لما بيتقال مثلا كباري عدد كذا من الكباري والطرقات على حافه الانهيار؟ يعني هي دي صيحه عشان يعني نلحق مع الكباري، ان الكباري قديمه يعني كباري عرضها تجاوز سنين طويله، يعني حاجه في كباري ما لها اكثر من 40 سنه. يعني دي صرخه عشان الدوله تخصص ميزانيه جيده لصيانه الطرق وصيانه الكباري، صيانه الطرق. طب هو من الطبيعي اساسا يا فندم يبقى عندنا كباري بهذا الشكل بدون ترميم بدون؟ لا لا لا، هي الكباري موجوده وحالتها ماشيه وشغاله وماشي عليها حمولات مضاعفه للحموله المقرره وشايله الحمل، لكنها مع الزمن اذا ما لحقناش نعمل لها قمصان في العمدان بتاعتها، ما عملناش رفع كفاءه، ما عملناش صيانه للفواصل، طبعا ده هيبقى بيسبب مشكله كبيره يعني. فلابد ان يعني يبقى في خطه قويه ولها تمويل قوي بحيث ان الهيئه المختصه عن الطرق والكباري في مصر تقدر تقوم بدورها بشكل جيد. طيب الموضوع اساسا تمويل برضه يعني. طيب انا بشكرك جدا المهندس محمد صلاح رئيس جمعيه الطرق ورئيس الشركه القابضه للطرق الاسبق. معانا مين حابب يدخل معانا؟ معنا سيد من القاهرة، أهلا وسهلا. سعيد أبو النادي يا فندم من الجيزة. مين؟ سعيد من الجيزة. سعيد، عفوا، أهلا يا سعيد. سعيد، تحب تعلق تقول إيه على الحادث الأليم وحوادث الطرق اللي بتتكرر في مصر؟ والله يا فندم احنا يعني حزنا حزن عميق لما عرفنا الحادث ده، لأن ده بيبقى إهمال من المرور أولا، ثانيا المفروض السواقين اللي هم بيسوقوا عربيات بتحمل اطفال مدارس يكونوا معاهم رخصه درجه اولى ويكون معاهم مؤهل، مش اي سواق يجيبه بصمجي او بتاع ويكون حامل اي رخصه درجه ثانيه. طب ما ممكن يكون الخطا من السياره الاخرى برضه يا فندم. ماشي، من ما هو انا سواق، هو سواق المركبه اللي محملها ثلاث طلاب او تلاميذ، يبقى هو عنده درايه بان هو سايق مش سريع في سواقته، حكيم في سواقته، لأن هو دايما هيبقى قدامه سواقين مش كويسين بتاع، يبقى هو متجنبهم وبتاع. لكن للاسف ان بلاقي سواق المركبه ممكن يكون معاه رخصه درجه ثالثه او درجه ثانيه، ما هوش عنده درايه بقواعد المرور، فيه اهمال برضه من المرور عندنا. المفروض المرور يبقى فيه الرقابه على الناس دي، على السواقين دول، ورقابه على العربيه او المركبه اللي بتحمل التلاميذ يكون هي صالحه او غير صالحه. فحضرتك حرام حرام اطفال او طلع او تلاميذ يروحوا بالطريقه دي. طيب انا بشكرك جدا سعيد، كان مواطن بيعلق على الاحداث. الحقيقه انه في تليفونات كتيره جدا حابين يعني يدخلوا معانا على الهواء يقدموا التعازي ويعلقوا ويطالبوا باقتراحات، لكن يعني انا ♪